متابعينا الكرام في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. طبعا المملكة اليوم تأثرت ببقايا الأحوال الجوية غير المستقرة والتي تركزت فقط في مناطق محدودة من شرق المملكة، إنما من المتوقع أن يسود الطقس غدا، أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في العديد من المناطق، ويسود طقس ربيعي في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة أنه سيكون مستقر بوجه عام في معظم المناطق. بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يكون الطقس أيضا معتدل مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، وتكون درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة الرياض حوالي 23 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم غدا والصغرى في الليالي التي الليلة التي تلي القادمة، نبدأها من المناطق الشمالية وتحديدا نبدأها من منطقة سكاكا، درجة الحرارة تكون فيها 28 إلى 17، في عرارة من 27 إلى 18، وفي تبوك من 31 إلى 18 درجة مئوية، مع التنويه أن في منطقة تبوك يتوقع أن تتكاثر السحب في ساعات الليل المتأخرة مع وجود فرصة ضعيفة لزخات محلية من الأمطار. المناطق الغربية من المملكة تكون في مكة المكرمة أجواء حارة نسبيا 38 إلى 27، في جدة من 36 إلى 22، أما في المدينة المنورة من 35 إلى 22 درجة مئوية، وتكون في الطائف من 29 إلى 19 درجة مئوية. المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية في الباحة من 26 إلى 19، في أبها من 27 إلى 17، أما في جزائر فتصل ما بين 35 إلى 30 درجة مئوية. انتقالا للمناطق الشرقية من المملكة، في الإحساء من 35 إلى 22، في الدمام من 33 إلى 22، أما في حفر الباطن فتكون من 31 إلى 22 درجة مئوية، وكما تلاحظون وجود انخفاض كبير على درجات الحرارة بالمقارنة عما كانت عليه خلال ساعات نهار هذا اليوم، حيث وصلت في بعض مناطق شرق المملكة إلى حوالي 45 درجة مئوية. المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض 34 إلى 21 درجة مئوية، في القصيم من 30 إلى 19، أما في حائل فتكون من 28 إلى 15 درجة مئوية، مع أجواء أكثر اعتدالا وأفضل مما كانت عليه خلال اليومين الماضيين، مع وجود استقرار عام في الأجواء. بالنسبة لتوقعات الثلاثة أيام القادمة، إذا الاثنين تكون الأجواء كما ذكرنا مشمسة ومستقرة من 34 إلى 21، تعاود الارتفاع قليلا يوم الثلاثاء تصل إلى 37 درجة مئوية في ساعات النهار وتكون إلى 27، وتبدأ وتعود مرة أخرى أحوال جوية غير مستقرة مرة أخرى إلى العاصمة مع وجود فرصة الأمطار الرعدية. يوم الأربعاء تكون الأجواء غير مستقرة في عموم مناطق المملكة إثر تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ولكن بالرغم من ذلك ترتفع درجة الحرارة، تصبح الأجواء حارة نسبيا إلى حارة، وتكون درجة الحرارة 38 مئوية، تنخفض الصورة إلى 26 مع وجود فرص لأمطار رعدية سنتحدث عنها إن شاء الله في الأيام المقبلة بشكل مفصل أكثر. هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة بشأن الأحوال الجوية. دائما لا تنسوا تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني أو متابعتنا على وسائل التواصل المختلفة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.